استعرضت السفارة الصينية بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء نتائج المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في بكين خلال الشهر الماضي. حضر المؤتمر لفيف من المسؤولين المصريين من مختلف الأوساط، من بينهم رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف ورؤساء عدة أحزاب سياسية مصرية. ألقى وان شو فون رئيس الوفد للحزب الشيوعي الصيني خطابا لتوضيح أهم نتائج المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني، وبعد كلمته أشار الحاضرون إلى مدى أهمية المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني، حيث أنه حدد اتجاه تطور الصين في العصر الجديد وهو ما ستستفيد منه العديد من الدول العربية بما في ذلك مصر التي تأمل في تعزيز التعاون مع الصين في كافة المجالات.